لا يكفي، نحتاج الى جانب المنهج، الى من يعلمنا ذلك المنهج، المنهج والمعلم، اذا ما كنا نحتاج الى معلم، لكان يجب علينا ان نغلق جميع المستشفيات في العالم. وجميع عيادات الاطباء ناخذ كتاب طبي نطبع منه مئة مليون نسخة نضع في كل بيت نسخة من هذا الكتاب الطبي اقروا الكتاب واعملوا به نتمكن لا نتمكن اظن سابقا مثلت لكم بهذا المثال أنتم تريدون ان تقوموا بعمليه قلب مفتوح لشخص مبتلى بانسداد الشرايين اطالعون الكتاب الطبي وتطالعونه بدقه ثم تذهبون الى غرفه العمليات وتاخذون المبضع وتشقون صدر المريض ما هي النتيجه النتيجة الحتمية أن هذا المريض المسكين سوف يقضي نحبه بين أيديكم، اكو عاقل عنده جرأة على أن يقوم بعملية قلب مفتوح طبق الكتاب الطبي، أي عاقل لا يقوم بهذا العمل. لازم عشرين عام، ثلاثين عام تذهب وتدرس وتتلمذ وتتواضع للأستاذ على قول المطول إلا بطول خدمة هذين العلمين حتى تكون طبيبا هذه الحقيقة تنطبق أيضا على القرآن الكريم. القرآن الكريم بذاته حذرنا من القراءة المباشرة له. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تتعجبون، حذرنا من القراءة المباشرة للقرآن الكريم. أين القرآن الكريم يقول: كما يقوله بعض المفسرين الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه الله كان كنا الصبح نقوم نشوف في بيت كل واحد منا اكو قران ما الحاجه الى النبي الاعظم النبي مبين للقرآن، القرآن يحتاج إلى مبين، اكو آيات واضحة في القرآن، ولكن القرآن كله مو واضح، بعض آياته واضحة، لتبين للناس ما نزل إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حذرنا من القراءة المباشرة يعني بدون واسطة للقرآن الكريم أين حذرنا على مرأة مئة ألف شخص من المسلمين أو أكثر مئة وعشرين ألف واحد في حجة الوداع راجعوا خطبة النبي الاعظم صلى الله عليه واله، اني تارك فيكم الثقلين. الالفاظ مختلفة، العبارات مختلفة، الحديث متواتر مروي في كتب السنة والشيعة، وحتى في صحيح مسلم هذا الحديث موجود. طبعا الالفاظ مختلفة. اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان دققوا في هذه الكلمه ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا شنو معنى هذا الكلام القران واهل البيت القران كتاب هدايه او كتاب ضلال بلي القران كتاب هدايه بشرطه وشرطه المعلم